السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني من تجربتي في تركيب السيراميك. النهاردة هنركب الوزرة وهنعمل ترويب للسيراميك. طبعا أنا اشتريت كيس، الكيس دوت عبارة عن مادة لاصقة للسيراميك بتلصق في المحارة، فلقيت إن الجنب متمحر فقلت اشتري المادة دي، فاشترينا الكيس ده ب 60 مع 70 جنيه تقريبا. وبعد كده بدأت ننظف في مكان الوزرة بحتة سيراميكا صغيرة، حطيت سيراميكا وبدأت أنظف. نظفت الحمد لله، بعد كده جبت المسترين وبدأت أركب، نحط الخلطة بتاعتي بالمسترين على الوزرة، وبدأت المونة تقع مني في كل ناحية اهي زي ما انتوا كده شايفين يعني الحمد لله. والمسترين أنا مش عارف نشتغل بيه كويس، طبعا إيدي واخد على المسترين كشغال بالنا، فمفكر كل حاجة بتشتغلها بالمسترين يعني، فلكن مظبطاش بالمسترين. بس دي تجربتي يعني نقولها ليكم بالظبط يعني بدون مشان يعني الواقع اللي انا عشته يعني. بعد كده جبت حته سيراميكا صغيره وحبيت نثبت بيها الوزره او نعملها زاويه قائمه يعني، ده اللي ده في دماغي. طبعا ركبت اول وزره كويس، بعد كده دي الوزره التاني بالمسترين برضه. بص تايه هني يعني، تحس ان انا تايه معرفش نظبط نفسي يعتبر. طبعا الفيديو الاولاني دي انا بسم الله ما شاء الله يعني قريت التعليقات كتير يعني، ف ناس كتير شجعتني الحمد لله. بس في حاجه غريبه جدا انا لاحظتها في التعليقات، قالوا لي ما تحطش رمله تحت السيراميك رغم ان مصر كلها هتحط رمله تحت السيراميك. معلش بص هنا عاد، والله المسترين ما نفعش معايا، قلت حط بيدك. والله دي تجربتي يعني، انا نقولها ليكم بحذافيرها بحلوها ومرها. فجبت بص قعدت طبعا لانها ما فيش خبره، ما لسه اول مره انا اركب سيراميك فاهم ازاي، فاشتغلت بيدي. بص خربطت السيراميك كله، اتلخبط كله وما عرفش نعمل اي حاجه. بص بدات نمشي السيراميك اللي انا ملحوسه كده وملخبطه، ما هو مش عارف المسترين ما ظبطش معايا. بعد كده ربنا الهمني ان انا دي حته بلاستيكيه تمام، البلاستيكيه اللي تعتبر اللي هو عامل زي الجزاز الشفاف يعني، وبدأت نركب بالمنظر اللي انت كده شايفه. صراحة البلاستيكية دي كويسة يعني، انا خلصت اول دمب تقريبا، دي اخر بلاطة في الدمب الاولاني وظبطت معايا كويس، فاتوفقت الحمد لله. هو طبعا المفروض ان انا استخدم سكين، بس البتاع دي ظبطت. وبرضو لسه الوزرة هيبقى فيها شوية شخابيط شوية كده. بص مع انا كده عملت دمب ونص تقريبا، انا كده خلصت دمب ونص، بدأت في الدمب ونص، باقيني دمب ونص تاني. لا انا بدأت دمب ونص فلسه قاعد معانا دمب اتنين ونص تاني. انا حسيت ان انا اتحسنت كويس، حتى في فردة الموني بدأت تظبط معايا اكتر يعني. اول ما بدأت بالمسترين كانت صعبة، بعد كده بدأت بيدي خربطت الدنيا خالص. تالت حالة بدأت بالحتة البلاستيكية دي، طبعا هي بدأت تظبط وبدأت نفرد كويس يعني، حتى الحتة اللي أنا بطأت خليتها بالبضيع عشان تشوف كويس. بالشاكوش حبيت نثبتها كويس كويس كده تمام. بدأنا أنا خد لك باقي الوزر كلها في دقيقتين بس كده هتظبط معاك. لما شفت دقيقتين في الفيديو هتاخد دقيقتين معاني، بس بدأت تظبط أكتر معايا يعني. المهم أنا في الفيديو الأولاني فناس كتير علقت قالوا أكبر غلط إن أنت عملته إن أنت حطيت رملة تحت السيراميك. بس أنا أكبر غلطة عملتها إن أنا ما بليتش السيراميك زي ما قالوا كده ساعتين، أنا يا دوبك غسلت غسيل كده. للأسف زعلت جدا والله إن أنا ما عملتش كده، بس يلا الحمد لله مفيش مشاكل. لازم الواحد يتعلم، واستفدت كتير من الفيديوهات من التعليقات بسم الله ما شاء الله. بس الحاجة الغريبة يعني ان في ناس كتير جات لي ما تحطش رمله تحت السيراميك. طب يا اخوانا احنا كل الدنيا كلها هتحط رمله وكويس ويعيش سنه واثنين وثلاثه. بص هنا بالله عليك التكفيلات يعني بدا ما يبقاش في واخد بالك تعب ولا كده يعني، بدات التركيب يبقى نظيف والوزاره خلصت الحمد لله كده كويس. نخش في بعد كده ايه الترويب. طبعا قبل الترويب بدات ننظف، جبت زرادين وجبت مسمار زي ما انتوا كده شايفين، ومعاي المنفاخ بتاع الهواء. بدأت ننظف الفواصل بين السيراميك ايوه زي كده.
قعدت انضف الفواصل وبالمنفاخ الهوائي غيرت الحاجات اللي دول. تمام، طبعا هي هتاخد وقت، خدت معايا وقت، بس هي بالمكنسة او بالشنيور بتاع الهواء، المنفاخ بتاع الهواء معلش، ونضفت السيراميك. فمستغرب انا والله حكايه ان انا ما نحطش رمله تحت البلاط، يعني احنا مصر كلها وكل اماكن والله الواحد كلها يركب رمله تحت السيراميك، بس تقريبا في دول تانية كده ما تحطش رمله تحت السيراميك، احتمال كبير يعني، بس والله شغال الرمله يعني وكويس. طبعا انا جبت اسمنت ابيض، تمام، الاسمنت ابيض، وبدات دوبت بالمنظر كده، وبدات نكب في العرموس في الفواصل، تمام، وجبت المكنة المساحة، بدأت نعبي الفواصل، بس أنا خليتها طيرة عشان يعني أنا كنت عايز نخليها ناشفة شوية ونعبيها بالوحدة واحدة، بس قلت كده هتتشرب وتتملي أكتر، مش عارف الفكرة يعني أنا شايفها كده صح ولا هي غلط، بس يعني بص أنا خليتها بالمنظر اللي أنت كده شايفه وبالمساحة، مشيت على الغرفة كلها. طبعا ده خدت الوش الاولاني، بعد كده ضفت اسمنت ابيض زي ما احنا كده شايفين، وبدات انتجل شويه، بدات انتجل وشويه ميه مثلا عليهم كده، وبدات نخلي العجينه بتاعت الاسمنت الابيض تكون مليان يعني شديده شويه، وبدات بالمكنسه بالمساحه معلش، ونخبط على الفواصل يعني نملاها ماليه كويس، تمام زي كده. ايوه طبعا هو كان ينفع المفروض ان انا نعملها عجينة طيب ونعبيها بالسكينش المعدون صح، انا بس انا عملتها كده على طول يعني، وقلت مش هتفرق كتير طول ما انت بالمساحة كده وتبدأ تعبيها كويس. ايوه بص الحتت دي بدأت نعبي الوزرة بالحتت الطرية كده يعني، حتت ناشفة كده بدأت نعبي بيها يعني الوزرة. طبعا الوزرة دي انا مش مشتريها يعني جاهزة، لا ده احنا جبنا كرتونة سيراميك وقطعتها، بس جيت نقطعها بالصاروخ اللي لقيت المشوار صعب خالص، فروحت واخدهم ورحت رايح عند واحد صاحبي كده، رحت مقطعينهم على مكنة سيراميك. بص انا زودت شوية مية هنا عشان كده تعمل المونة تبقى قوية شوية يعني، ما تبقاش ناشفة وما تبقاش طرية بالمنظر ده. فعد ربنا يستر عاد في الفيديو ده، تدون تعليقاتكم اللي عملناه صح والغلط ايه يعني وكده. طبعا انا استفدت كتير من الفيديو الاولاني يعني، استفدت كتير كتير يعني، بسم الله ما شاء الله يعني، وناس كتير علقت يعني وقالت انه كويس، فبارك الله فيكم. بس كل اللي انا زعلت مني ان انا ما حطيتش السيراميك ساعة ولا ساعتين في المية، كنت مفكر ان هرشوه كده وخلاص، فالحمد لله يعني المرة اللي جاية بعد كده هنختفي. بعد كده مشوار الرملي، طبعا انا مش عارف والله، الظاهر كده ان في الناس متابعانا من العراق والمغرب والدول دي والجزائر وكده وليبيا وتونس، فالظاهر كده ان هنواكب يستخدموا حاجه، ان شاء الله نعملوا فيديو كده نقارن تركيب السيراميك من الدول كلها ان شاء الله باذن الله يعني. بعد كده سبت بعد ما ظبطت كده يعني، سبت حوالي ساعتين ثلاثه او اربعه مش عارف يعني كامل، ما بعد وقت كبير يعني نشف، رحت جبت سلك مواعين، سلك المواعين بدأت ننظف زي ما انت كده شايفين، سلك المواعين كويس والله، نظف تنظيف ممتاز ماشي، بدأت ننظف وندوس على الفواصل بصابع كده وفي نفس الوقت الوزرة معايا انا، والوزرة عبيتها في الاول يعني بس تمام، فبحتة سلكة وبدأت ننظف السيراميك ظبط معايا كده. تمام طبعا دي تجربتي الاولانيه يعني، انا اول مره اركب سيراميك، بس استفدت كثير يعني والله، استفدت كثير من التعليقات واستفدت كثير من كل حاجه، فان شاء الله باذن الله الفيديو ده يعجبكم، ولو انا ركبت سيراميك مره تانية انا متاكد 100% ان انا هنعمل مش هنعمل الغلطات اللي انا عملتها، اكيد هنستفاد اكتر. تركيبه الوزره فرجت معايا من اول تركيبتين لغايه ثلاثه لغايه خمس ست، كل ما اتطورت فتطور كويس، ده الفينش ان شاء الله يعجبكم.
انا كده السيراميك كده خلص تمام، الوزرة كل حاجة تركيب تمام. ايه رأيكم؟ كله تمام ان شاء الله، الفيديو يعجبكم. طبعا انا بشكركم جدا، وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة لو انتم مش مشتركين. ان شاء الله الأوضة هنعملها نجاشة، بس هنخش مع النجاشين، فهنجهز لكم الفيديوهات بتاعت النجاشة في المعجون والسد والتشطيب ان شاء الله، يعني تعجبكم. ما تنسوش تدونا اعجاب وتشتركوا معنا في القناة، ويستنوا ان شاء الله تجارب كتير كده وشغل كتير هيعجبكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله.